مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الموعد. تحياتنا لكل متابعينا الأكارم داخل السودان وخارجه. ونحن هذه الأيام في ولاية الخرطوم يعني وفي أماكن كثيرة من السودان نستمتع بخريف، نتمنى من الله أن يجعله غيثا نافعا وصيبا نافعا. وصاحب هذا الخريف أيضا بعض المناطق تضررت وتأثرت، نتمنى أن تستمر كثير من المجهودات الرسمية وحتى الشعبية والمبادرات في درء هذه المصائب التي صاحبت موسم هطول الأمطار. وأتمنى أنه الفائدة أيضا الزراعية تكون كبيرة جدا لكل أهل المزارعين يعني في كل بقاع السودان المختلفة، خصوصا السودان يعيش هذه يعني الأيام واللحظات المختلفة جدا في تاريخه الحديث. مرحبا بكم في هذه الحلقة من في الموعد، والتي نخصصها للحديث عن الاستعداد للعام الدراسي. العام الدراسي السابق صاحبته أحداث كثيرة جدا، يمكن كان أطول عام دراسي بالنسبة للطلاب أو تلاميذ سودانيين سواء في الجامعات أو حتى في المدارس، وكان في كثير جدا من الأحداث. ده بيخلينا أيضا ونحن نستعد للعام القادم، نتمنى أن يكون أكثر استقرارا العام الدراسي، والسودان أيضا يكون أكثر استقرارا وحرية وسلاما وعدالة. نسعد أن نكون مع الخبير التربوي الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ أحمد المجذوب. مرحبا بك أستاذ أحمد، مساء الخير. بداية سعيد جدا كيف أخبار معكم اليوم، سعدت أكثر من أن نناقش هذه المواضيع المهمة. حبابك في هذه البرمجة في الموعد. حتكلم عن السنة العام الدراسي، لكن خلينا نرجع بالسنة الفاتت، يعني كانت سنة طويلة شديدة على التلاميذ والطلاب، يمكن حتى كان صاحبها كثير من الرهق والإرهاق يعني. نعم، في الحقيقة التهيئة للعام الدراسي ما زال في غاية الأهمية، لأنه الطالب إذا كان ما مهيأ ما حتتم العملية التعليمية بشكل صحيح. أيوة. وهنا ممكن نركز على التهيئة النفسية اللي هو الجانب النفسي المرتبط بالسلوك وبالمشاعر والأفكار وغيرها. وعندما نتحدث عن التهيئة النفسية حنتكلم عن دور الوالدين في أنه هم يهيئوا أبنائهم بشكل صحيح حتى هم يكونوا ناجحين ومتميزين. كذلك نركز برضو على أنه كيف نحن مثلا نخلي الطالب ده يشعر بأنه هو قادر يعني يدخل في البيئة التعليمية بعد فترة من الركود كان قاعد يعني مع الظروف والأحداث. نعم. وهذه الأحداث أثرت عليه يعني خلته قد يكون اتجاهات سالبة عن مثلا الجامعة أو المدرسة أو عن التعليم، فلازم يرجع. فالرجوع ده اللي هو بالتهيئة إنه يعني كان في فترة برضو بتاعت خمول طويلة شديدة. طويلة دي بتأثر عليه بشكل كبير جدا، يعني الفترة اللي هو قاعد ممكن يكون عنده اتجاه سلبي عن التعليم، يقول لك يا رب الله ده تعليم لا ياخذ بلد يا أخي، دي كده دي كلها الاتجاهات دي بتخليه يبتعد عن التعليم. نعم. يعني هو عنده الآن معتقد ده حيبعد من التعليم. يعني نحن هنا دورنا بنوعيه انه المعتقد اللي بيتحمله. طب خلينا نبدا بالاسره استاذ احمد، يعني شنو ممكن تعمله الاسره سواء كان الاب والام او حتى الاخوان الاكبر يعني او باقي افراد الاسره، يعني تدخل ممكن تدخلوه في الفتره دي يجعل العوده للمدرسه دي فيها رغبه يعني. احسن، في الحقيقه الاسره لها دور كبير جدا في انه تساعد الطالب على اساس انه يكون ناجح في التعليم. وانا عايز اشير لنقطه واحده، وإذا استوعب المشاهد بشكل واضح فهي دي بتكون هي التهيئة النفسية. التهيئة النفسية أنا حسب وجهة نظري إنه يكون للآباء إنه يسوقوا لأبنائهم هدف الدراسة ويخلوا أبناء يتبنوا هدف هذه الدراسة. بس باختصار يعني الأبناء يكونوا هدفنا الدراسة وليس الآباء، يعني الدراسة هدف للأبناء وليس الآباء. أي هنا دور الآباء اللي هو تشجيع وتحفيز أبنائهم لتحقيق النجاح في دراستهم. أنت قلت الدراسة ما قلت النجاح، دي برضو تخيل لي نقطة مهمة، لأنه إحنا مرات كثيرة بنركز في المحصلة فقط. نعم. ما بنركز في العملية التعليمية باعتبار أنه هي يعني غير أنها فيها كثير من التعليم والتربية، هي ثقافة في النهاية يعني. أنت برضو اللي بتقرأه وده بتحتاج له في حياتك يعني. بالضبط، يعني زي ما قلنا أنه إذا كان الآباء هدفهم الدراسة فبالتالي الدراسة هتبقى هدف الآباء. الأبناء هدف نحن قلنا الأبناء إذا كان هدفهم الدراسة ما المفروض تكون آباء. لكن الواقع خلينا نشوف الواقع الآن الدراسة هي هدف للآباء.
وبنفذوها الأبناء. هنا دي المشكلة. يعني الآباء عايزين أولادهم ينجحوا، عايزين أولادهم يكونوا متفوقين، دي أهداف الآباء، لكن عايزين ينفذوا منه الأبناء. هنا هتحصل مشاكل، المشاكل اللي هو علاقة متوترة. إذا الابن نجح معناها حيلقى الدعم من الوالدين، أما إذا ما نجح ما حيقدم للدعم، يقولوا والله إحنا ما بندعمك لأنه ما نجح، بالعكس حيعاقبه انتقاد ونقدي ولوم وسخرية وتوبيخ وتحبيط وأساليب كثيرة جدا. في النهاية النتيجة إنه هو علاقته متوترة مع والدينه، حيفقد ثقته في نفسه، ما حيكون ناجح في حياته. طيب الحل شنو؟ الحل بسيط جدا، إنه الدراسة تكون هدف للأبناء ودور الوالدين تجيهم. أنا أضرب لك مثال بسيط جدا. طيب. مرة اتصلت علي واحدة من الأخوات قالت لي والله صراحة أنا ولدي بيقى في الفترة الأخيرة وفي سنة خامسة بيحب اللعب، بيقى ما عنده وقت للقراية ولا بيقرأ ولا بيهتم بالقراية ولا حاجة، وأنا عايزاه يقرأ لي وانتهت. فقمت سألتها قلت لها المستفيد من القراية منه؟ رتب لي رقم واحد منه ورقم اثنين منه. قالت لي طبعا أنا المستفيد رقم واحد وولدي رقم اثنين. قلت لها دي المشكلة، دي المشكلة تحول، يعني يكون هو المستفيد الأول منه، هو الأول. قلت لها دي المشكلة، أنت الآن رغبة دي نزرعها كيف؟ يعني إحنا برضو مرات بنتعامل مع الأطفال كلهم عقليتهم ما واحدة، وفي كثير من الأطفال الأيام دي، يعني أنا بتكلم عن اللي بيجروا في سنين دراسية، سنة رابع وخامس وثالث وكده، هم متفتحين يعني عقلهم متفتح. مرات نحن اللغه ذاتها بتاعت الحوار بينه وبينهم بتروح لنا كده، ما بنعرف نتفاهم معهم كده، فكيف نزرع فيهم الرغبه دي؟ يعني نعم، هو اهم حاجه انه يعني اذا ادرك الوالدين هذا المعنى خلاص الرغبه بتزرع. يعني مثلا اديك مثال بسيط جدا، في الشركات اللي عندها منتجات دي، هل في شركه بتخصب لها مثلا شخص على اساس انه يشتري الحاجه بتاعتها؟ جاوب على السؤال ده بلا ونعم. في شركة لقيتك شركة هنا طبعا لا طبعا طبعا لا بتعمل شنو؟ بترغب يعني وبتعمل تعمل إعلانات وجيب نماذج والناس يشوفوا النماذج يجيبوا لهم ويتبنوا الفكرة. نفس الكلام ده في التربية، احنا عايزين الوالدين يرغبوا الأولاد من الدراسة. أنا عندي برنامج اسمه مهارات دراسية، البرنامج ده جبته من أهدافه أنه أنا أوري المربين كيف هم يحفزوا أبنائهم من الدراسة. هو 12 جلسة ال 12 جلسه دي عندها هدف واحد، انه الابناء يحبوا الدراسه. هاي فاذا من خلال الحوار ومن خلال النقاش ومن خلال المدح والتشجيع والتعريف باهميه الدراسه يتبنى الابناء اهميه الدراسه. طيب الحوار ده احنا كيف ممكن نديره؟ يعني هل ندير الحوار ده بشكل جاد؟ يعني نتعامل مع الـ مع الـ مع الاطفال دي الاول، التلاميذ والطلاب دي بشكل جاد؟ يا اخ والله نتكلم معهم بطريقه، يعني لانه برضه طريقه التواصل دي مرات بتحس انه في مشكله في التواصل بينه وبين الشباب دي. يعني ممتاز. في الحقيقه يعني انت دائما الاولاد عشان نعدهم بنعدهم منهم في سنواتهم الاولى عشان يعتمدوا على نفسهم. دي الفكره الاساسيه. صحيح. يعني شوف سبحان الله، الطفل ده من عمره 9 شهور بيجيه حاجه انه يستغل، يبقى معتمد، يعني ذات مختلفه من والدينه. دار يستغل، دار يعمل حاجه براه، دار يهبش يجرب، يكون شخصيته، يكون يعني شخصيته من 9 شهور. في السنه الثالثه الاستغلاليه بتظهر واضحه للطفل، اللي هي بتظهر في شكل اعراض سلوكيه اللي هي العناد، يكون عنيد، يصر على رايه، يا ولد ما تعمل كده، يقول لك لا انا عايز اعمل كده، وينشا صراع بين الوالدين او بين الام مع طفله. طيب الحل بسيط جدا، انه نحن نساعد طفلنا من صغير على اساس انه يعتمد على نفسه. يعني نحن ناخذ في اعتبارنا، نحن والله بنشي في ابن عايزين انه يعتمد على نفسه. صح. يعني بخطواتنا اللي بنقدمها له دي على اساس انه هو يقيف على حيله ويعتمد على نفسه. اذا قدر يعتمد على نفسه حيكون واثق من نفسه، حيكون بيتحمل مسؤوليه، حيقدر يتخذ القرارات بشكل صحيح، حيقدر يحل مشكلاته بشكل صحيح. لكن الان لما نجي مثلا نشوف الشباب الطلاب يكون عندهم مشاكل، مشاكلهم شنو؟ مشاكلهم كلها في الاستغلاليه. ما قادر يتخذ قرار براه، ما قادر يحل مشكلته، ما قادر يعتمد على نفسه. شايف؟ دي كلها بتعود لانه ثقته في نفسه منخفضه. وبيشعر بانه ما قادر. والسبب الاساسي لانه هم ما عودوه في الاسره على انه يعتمد على نفسه. صحيح. انا مره جاني واحد من الشباب كان حضر معي محاضره. المحاضرة دي كانت عن يعني الثقة بالنفس. وبعد المحاضرة بيومين ثلاثة ضرب لي تليفون. قال لي والله أنا حضرت معك المحاضرة دي وعايز أقعد معك. خير إن شاء الله. قعدنا. هو يعني بيدرس صيدلة. قال لي يا أخي أنا صراحة في الاختبار اللي عملته لي بتاع الثقة بالنفس ده طلعت ما واثق بنفسي. أنا عندي اختبار
بتاع الثقه بالنفس. فيه ثلاثه فئات، ناس بيكونوا واثقين من نفسهم، وناس ما واثقين من نفسهم، وناس ثقتهم في النص. والاختبار ده انا بعمله سري. نعم. بقول لهم يجوا يجاوب على الاسئله، والناس النتيجه بعدين ما في زول يتكلم في النتيجه. بقول لهم الناس اللي جابوا في الفئه دي ما يرفع يدهم. أيوه. يكونوا قاعدين. بخلي الناس اللي جابوا درجات عاليه يرفعوا يدهم واناقشهم. لكن الباقيين ما يكونوا عارفين. فقال لي انا اكشف لك النتيجه بتاعتي. انا طلعت ما واثق من نفسي. قلت له والله يعني ما مشكله، يعني الثقه بالنفس ممكن في اي لحظه ترجع. فقام قال لي يا اخي انا صراحه عارف المشكله. المشكله شنو؟ قال لي المشكله سببها ابوي. ما بقدر اتكلم مع ابوي، ولا بقدر اتناقش معه، ولا بقدر الاقيه وجها لوجه. مشكله اداره الحوار دي. اي اداره الحوار، ما بقدر الاقيه، ولا اقدر اتواصل معه، ولا اقدر افتح معه اي موضوع. طيب يا اخوي، نعم انت ابوك ده طبعه كده، انت لازم انت تتعلم على تتوائم معه، يعني تتوائم مع هذا الوضع. اي انا هنا في الرساله دي ما بقول له لا ابوك ده غلط، لا ابوك كده، بقول له لا انت لازم تتكيف على اساس انك تتعامل مع ابوك بشكل صحيح وتقبل ابوك، لانه اذا قبلت ابوك هتنجح. نحن عايزين برضو نقول رساله للاباء، نحن لازم نقبل ابنائنا في حاله النجاح وفي حاله الفشل. دي الرساله الجوهريه، يعني صحيح. ابنك نجح والله هو نحن نهتم بتشجيع التجربه، يعني أيوة. المحصله دي بتتلحق، يعني ما في مشكله، لكن فكره انه يعني هذا الابن يخوض تجربه الدراسه ويحاول يستمتع بها ويحصل درجات، دي 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 في حد ذاتها هي مفروض تبقى هدف. يعني ايوه بالضبط، يعني لو تعاملنا بالعقليه دي حيكون ابني ناجح. طيب فكره الفتور الدراسي دي، يعني لما نحس انه الطلاب والتلاميذ اللي بقى ما عندهم رغبه ذاته انه يواصلوا الدراسه، يعني يعني هم خلاص هاي بدينا العام الدراسي وخشوا الشهر الاول والشهر الثاني، بعد ذاك بقى في فتور المذاكره ما ياها، يعني بقت المدرسه بالنسبه لهم طارده. فكره الفتور دي كيف نتغلب عليها يعني؟ وهل ده بيبقى دور اساسي للاسره؟ والله هنا ممكن المدرسه ذاتها تتدخل والمعلمين والمعلمات يتدخلوا. ممتاز. وفي حق الفتور الدراسي، يعني لانه الطالب ده كان في فتره طويله، يعني 5-6 شهور وقاعد، ممكن يكون بيساهر لحد الصباح، ممكن بيدخل المواقع التواصل الاجتماعي او غرف الدردشه يعني مع الاصدقاء، او بيلعب لعبات الكترونيه، فاصبح عنده عادات. العادات دي ما بتقوده للنجاح. يعني ما بتقوده، يعني ما في ذول بينجح وهو بيلعب لعبات الكترونيه، ما في ذول بينجح وقته كله بالليل في غرفه الدردشه، ما في ذول بينجح وقته كله قاعد في مواقع التواصل الاجتماعي. الان هو ما مفروض يساهر لحد بالليل، المفروض يصحى الصباح اساسا يمشي المدرسه. اذا كان مساهر ما بيقدر يصحى الصباح. صحيح. الان في عادات قديمه المفروض نجيب بدلها عادات جديده، في ممارسات جديده وسلوكيات جديده. السلوكيات الجديده عشان تحل مكان السلوكيات القديمه باختصار شديد. طيب السلوكيات الجديده دي هو يكون واعي يقول والله انا عندي عادات قديمه ضاره بي، يعني انا في الوقت ده قد تكون نافعه لكن الان مضره، انا لازم اغيرها. طبعا الكلام ده بيشمل بعد ده الطلاب شويه اكبر، يعني اساس ثانوي وحتى راس مرحله الجامعه. نعم. ايوه حتى بتاع الاساس، يعني الطفل في الاساس ممكن يكون واعي بالكلام، يقول لا انا كنت بساهر لكن الناس الان ما اقدر اساهر عشان المدرسه. بس يقول كده، لو قال الكلام ده وبقى واعي له ويقاوم فيه خلاص الموضوع انتهى. يقول والله يا اخي انا كنت بساهر لانه كنا مجهزين، لكن الان الاجازه انتهت وانا مقبل على المدرسه ما عايز اساهر. اذا قال كده طوال حيشعر بانه هو يعني ما شاء الله تبارك الله بقى ينوم بدري، ولما ينوم بدري يحفز نفسه يقول يا سلام. يعني القرار ده في الاول هو قرار فردي. فردي يعني قرار ذاتي، يعني ذات اللي بيتخذه الطالب او التلميذ. طالب يعني يكون هو مسؤول، يعني مسؤول من انه وقته ده يديره بيده. وفي نوعين من الطلبه، يعني في طالب بيتحكم في وقته وده الطالب الفعال، يعني وقته في يده، يعني ما يعني لما يدخل مواقع التواصل الاجتماعي عارف هو داخل شنو وهدفه شنو، ده ما عنده مشكله. لكن في طالب المواقف بتتحكم فيه، هذا عنده مشكله، يعني ممكن يدخل في مواقع التواصل الاجتماعي يقعد ساعات، يدخل مثلا يجو صعب يفتح واحده من الالعاب برضه يضيع فيها زمن طويل، فيها زمن طويل جدا. ما واعي، عنده عدم وعي، يعني ما واعي بالزمن اللي هو قاعد فيه، عدم الوعي ده بأثر عليه. طيب التدخل هنا كيف؟ وبرضه نخط في بالنا انه ممكن النوع ده من الطلاب يكون هو بيمر في فتره المراهقه اللي هو عاوز يكون استقلاليته شخصيته ومتمرد وما حيسمع كلام اي زول لانه داري يوصل افكاره ومحتاج انه المجتمع ده يتعامل معاه ويمشي الحاجات اللي هو عايزها يعني. فكيف برضه يتعامل مع المراهقين في الفتره دي؟ نعم، عن طريق الاهداف، يعني يكون عنده اهداف، يعني مثلا يكون عارف انه السهر ضرب الصحة، يعني مثلا نغرس له اهداف او نديه اهداف تؤسس لقيم، يعني مثلا اذا كانت الاسره دي بتشجع قيمه الصحه، صح، فبالتالي السهر بيضر بالصحه، فبالتالي ما حيساهر. صح.
اذا كانت مثلا مشجع قيمه يعني قيم هنا بالاهداف ممكن يعني يتبنى اهداف يقدر يكون فخور بانه يحقق الاهداف دي، يكون عارف انه هو بيعمل في شنو. فافضل طريقه اللي هو الحوار، انه نتواصل معاه ونوصل له الفكره ونخليه هو مسؤول من تنفيذها، يعني دي افضل طريقه للتواصل معه. مرحله المراهقه هي امتداد لمرحله الطفوله، يعني الحاجه اللي بنغرسها في الطفوله بنحصدها في المراهقه، يعني اذا غرسنا مفاهيم ايجابيه وقيم طيبه حنلقاها في مرحله المراهقه، اما اذا ما غرسنا شيء ما حنلقاها في صحيح. فكره الفتور الدراسي تخيل لي قد يصاحبها نشاط في جهه ثانيه، ما هو زول اللي بيكون حاسس انه مل من المدرسه ده بيكون عنده هوايه ثانيه او حاجه ثانيه هو عاوز يقضي فيها وقت اطول، يعني نحيد منها يعني المنشط الماخذ زمن بتاع الدراسه ده، هل نحيد منه ونحرمه منه ولا كيف ندير الحكايه دي؟ نعم، منشط الدراسه هو المنشط المحبب، يعني هنا النجاح الحقيقي انه يعني نحول الدراسه لنشاط ممتع، يعني ممكن نحن نصغت هواياتنا في دراستنا، يعني اذا قدرنا احنا مثلا. لا انا اقصد احنا قبل ما ندخل في المحور بتاع النشاط الدراسي، يعني الفتور الدراسي ده بيصاحبه نشاط في جهه ثانيه، التلميذ في النهايه هو عنده طاقه يعني وعنده قابليه انه يتعلم وكذا، لما يفقدها في المدرسه حيحاول يفرغها في الميدان في الكوره او في اي حته ثانيه. نعم. هل نحرمه من الحاجه الثانيه ده عشان ما تاثر على دراسته؟ نعم. ولا كيف يكون في موائمه يعني؟ ممتاز. هو في الحقيقه دائما يعني الانسان بيتعرض لضغوط في الدراسة، يعني الجو ضاغط، البرنامج ضاغط، في البيت في كده ضغوط، الضغوط دي محتاج إنسان يعني يفرغ الطاقة السلبية دي اللي هو المشاعر دي. التفريغ ده بيجي بشنو؟ بالهوايات دي، النشاط المحبب ده. فالإنسان لازم يكون عنده أقل حاجة ثلاثة، لازم يمارس هواياته يعني ثلاثة لخمسة هوايات في اليوم، يعني مثلا اللي بيحب المشي تلت ساعة ما بتكلف حاجة، قراءة القصص المسلية 10 دقائق ما بتكلف حاجة، الرسم 10 دقائق يعني تاخذ لها كلها 10 20 دقيقة. دي كلها زول بيقدر يسيطر عليها. سيطر عليها. لما نجي للألعاب الإلكترونية هنا بتبقى الكنترول بيبقى شوية صعب. والله أنا عندي موقف، يعني أنا بقول يعني هنا عسى ولعل الناس يستفيدوا، الألعاب الإلكترونية ما فيها فايدة. يعني بالكلية يعني. لكن الإقناع برضه للشباب الصغار ده صعب إنه تحرمهم من الحكاية دي يعني أو توصلهم. ما حرمان، هو قرار بيتاخذه الإنسان. يعني أثبتت الدراسات إن الألعاب دي بتأثر. تأثر على الدماغ علميا، دراسات تجريبية عملوها، يعني ما دراسات واحدة، يعني مجموعة من الأبحاث أثبتت أنه الألعاب دي لها تأثير. نعم. فبالتالي من الأفضل أنه يغرروا، يعني ممكن يقلل منها شديد، ممكن يتركها. أنا كان عندي برنامج، يعني سبحان الله في يوم من الأيام جاء واحد من الطلاب المشاركين شايل معه كيس، ده شنو؟ قال والله يا أخي دي اللعبة حقتي أنا ما دايرها، داير يتصرف فيها. كيف ما دايرها؟ قال انا اتناقشت مع امي وقلت لها والله يا اخي انا ما داير اللعبه دي. اقتنعت اقتنعت. طيب هتعمل شو؟ ما تديها لي في اقربائك؟ قام قال لها بتضره زي ما نحن بنضرنا. كيف نحن بنضر؟ يعني تخلي فهم عالي من المسؤوليه. ايوه. قدره الاسره انه توصل للطفل ده. نعم. نحن لسه حنواصل في الحوار، لكن خلينا ناخذ استراحه في هذه المساحه، نستمع لهذا اللحن ونرجع لكم ثاني في الموعد، خليكم معنا. وردتين على ايام بيوم ورده ثالثه على رفا يا بلادنا وكلنا اكوان سوداني بلادنا يا بلادنا وكلنا اكوان سوداني بلادنا يلا يا اولاد المدارس غيروا بس يلا شخبطوا في الكراريس حطوا المواد
كل جمل هنية من أصابع طفل جايع أم حزنانة وشقية. حرب بتضيع ولادنا ونطفي نور بلادنا. العصافير المهاجرة تبني عشها مرة تانية. في الكنترول على هذا اللحن طبعا لعقد الجلاد يعني هذه الفرقة العريقة. عقد الجلاد برضو غنت للتعليم كثير يعني شجعت على التعليم بكثير من الأغنيات والمعاني الجميلة. لازم نتواصل معك الأستاذ أحمد المجدوب الخبير التربوي ونحن نتكلم عن الاستعداد للعام الدراسي. يمكن نحن من قبل بنركز على دور الأسرة، خلينا نجي شوية لدور المدرسة دور المعلمين في أنه بداية العام دي تكون بداية محفزة وجاذبة للتلاميذ والطلاب. ممتاز. في الحقيقة دور المعلم أنه يوفر المدرسة والبيئة التعليمية سواء كان جامعة أو مدرسة توفر المناخ الآمن للطالب بحيث أنه هو يشعر بالراحة والطمأنينة داخل المؤسسة. نعم. يعني باختصار شديد يعني الطالب لما يكون في المدرسة يكون مرتاح
هو في الجامعة يكون مرتاح. يعني النظم والسياسات واللوائح والقوانين والبيئة المدرسية والبيئة كل الضوابط دي كانت في البيئة المدرسية يعني. نعم. برضو السودان ده الآن في زي إعادة ضبط كده لكثير من الحاجات. نعم. ممكن بداية العام ده في ناس كتار منتظرين المناهج المقررات بشكلها الجديد يعني اللي بنتمنى انها فعلا تكون يعني خفيفة على الطلاب يقدروا يستوعبوها وأيضا تخرج لنا أجيال مثقفة ومتعلمة يعني. نعم. تهيئة البيئة الدراسية سواء في الجامعات والمدارس وفي كثير من المشاكل في المدارس يعني بنشوف في الوسائط في المدارس من القش في المدارس الآن في الخريف ده وقعت وغيرها يعني. دي كلها كيف نستصحبها معانا وإحنا دايرين نبدأ عام دراسي جديد. نعم. نبدأ بداية جديدة. ممتاز. هو نعم يعني أنا بوجهة نظري انه تاثير البيئه الداخليه اهم من البيئه الخارجيه. يعني باختصار شديد الاستعداد النفسي انه يكون انسان التعامل القبول القبول يعني الانسان اذا شعر بالراحه وهو نفسيا مرتاح يعني ممكن يقرا في يعني في اي بيئه يعني. لكن البيئه دي فيها رحابه تسعه والاستعداد بيخلقوه التربويين نفسهم. ايوه يعني البيئه يعني اضافه لانه المقومات الأساسية يعني مثلا الجو يكون مناسب معتدل التهيئة تكون كويسة يعني ما بالحاجة للنموذجية يعني. يعني ما بدعو للمثل المثاليات الشديدة لكن الأساسيات تكون متوفرة. لكن التركيز يكون على الجانب التربوي. عرفتها الجانب التربوي المهم. يعني ده هو البيبني الإنسان. يعني الإنسان ما بيتذكر إنه كان بيقرأ في شنو ولا إنما يتذكر المعاملة. يعني يقول الله الأستاذ الفلاني يهني أستاذ ذاك أحرجني. نعم صحيح. ده قال لي فلذلك المعاملة والتعامل الراقي والبيئة الآمنة اللي بتوفر للمتعلم المناخ اللي بتخليه يكون مرتاح فيه. أي أنا باختصار ممكن أشير لنقطة واحدة وأشرت لها في طار الوالدين أو الأسر إنه يعني النقطة دي ودرنا الفيدباك الأنظار يعني أنا من خلال يعني عملي كمستشار لبعض المدارس من خلال المحاضرات اللي بقدم المعلمين والدورات ومن خلال التقائي يعني في المجال الأكثر من 15 سنة أقول يعني يعني بعض المؤسسات بتدي الطالب الناجح الاحترام والتقدير والاهتمام في المقابل الطالب البفشل تديه الإهمال والنقد والعقاب والتوبيخ. يعني الطالب لما يفشل مفترض الاهتمام يكون يعني متوازن. اي يعني هنا في خلل في في في, في او في دار نلفت انتباه للمساله دي او محتاجه لاعاده صياغه على اساس انه هي تكون تدي نتائج ايجابيه اعلى. يعني الطالب لما ينجح يلقى الحب والتقدير والاحترام والاهتمام. اذا فشل او اخطا يلقى برضه الحب والاحترام والتقدير والاهتمام. يعني اما اذا كان بالتصور الحالي الطالب لما ينجح يلقى الحب والاحترام والتقدير هو لما يفشل يلقى العقاب والتوبيخ والتأنيب. بالتالي الناجح حيظل ناجح والفاشل حيظل فاشل. أيوة. يعني حتكون في إشكالية. خلقنا عملنا انشقاق للطلاب طلاب كويسين وطلاب كعبين أو طلاب ناجحين وطلاب غير ناجحين. نحن ما عايزين الأفكار دي. نحن عايزين إنه الطالب الناجح يشعر إنه ناجح والطالب الفاشل مش ما بنقول فاشل عفوا الفشل يشعر إنه هو برضه ناجح. أيوة يعني باختصار شديد فنحن لازم نحفز الطلاب اذا فشل نقول دي محاوله زي ما قلت انت في بدايه حديثك يعني دي تجربه في النهايه نشجع التجربه بدل ما نركز على المحصل النهائي. طب استاذ احمد بيقولوا كل شيخ له طريقته يعني حتى المعلمين والتربويين ديل في استاذ بيشوف انه هو تقربه من الطلاب وصداقته لهم دي قد توصل لهم الماده بشكل افضل واسرع يعني. في استاذ ثاني يشوف انه هو لما يخلق لنفسه فزاعه كبيره جدا ويهابوه ويخلوا له الشارع دي طريقه. خلينا نشوف لنا موائم كده وسط يعني واحنا في بدايه العام الدراسي ده سواء للتربويين في المدارس او في الجامعات وفي ممتاز. جزء منهم خبرات يعني قد لا يحتاجوا لكلامنا ده لكن البعض قد يحتاج لهذه الخبره ولهذه النصيحه. يا ترى النصيحه بنقدمها لهم يتعاملوا مع الطلاب ده كيف يعني خصوصا مثلا اللي حيكونوا في الصف الاول ثانوي ده بالنسبه لهم مرحله جديده في الصف الاول اساس برضه مرحله جديده وزول خش الجامعه برضه سنه اولى دي برضه مرحله جديده كيف يتعاملوا معهم؟ ممتاز. هنا يعني المعلم اللي بيستخدم الاساليب التخويف زي ما قلت الفزاع ده معناه التحكم عنده يعني التحكم بتاع سلوك الطالب عنده. وهنا دي في مشكله اشكاليه يعني معناه ان احنا عايزين نتحكم في سلوك الطالب. الطالب ده لو بقى بعيد مننا يعني التحكم حيقل. صحيح. هنا دي الاشكاليه. لكن اذا كان المعلم اللي بيغرس للطالب معايير الضبط تكون داخليه
ده طالب ناجح يعني معناه هو موجود في الفصل منضبط. الأستاذ ما موجود برضو حيكون منضبط يعني في كل الأحوال منضبط. ليه؟ لأنه انضباط طالع منه من جواه. أما الطالب اللي بينضبط عن طريق المعلمين ده معناه إذا غاب المعلم حيبتعد. يعني زي القاعدة إذا أمن العقاب أساء الأدب. أساء الأدب. فنحن عايزين الطريقة المثلى إنه المعلم يبني علاقة زي ما قلت بيخلي يقترب من التلاميذ ده هو ده الأفضل. يعني بيبني علاقة مع التلاميذ والعلاقة دي مهمة. حتى في دراسة عملوها في واحدة من المدارس سألوا التلاميذ عن سمة المعلم ده. يعني طبعا في بعض المدارس الكلام ده برا السودان يعني بيغيموا المعلم بيغيموا التلميذ. نعم طبعا النظام ده موجود في الجامعات يعني الان بعض الجامعات غير هو التقييم قدرات غير الامتحانات. لا تقييم للمعلم ذاته. اه للمعلم هاي اداؤه وكذا. اذا المعلم عنده مشكله طوال يمشي برا يعني ما يكون يعني حسب النظام ده النظام المتبع هنا. انت في الجامعات برضه بيعملوا كده يعني بعض الجامعات الخاصه بيغيموا الاستاذ المحاضر بيوزعوا استبيان للطلاب. يعني الطالب هو اللي بيحدد الاستاذ ده كويس ولا مو كويس. ها محاضرته كيف؟ هل عرف الاهداف؟ حدد الكذا كذا 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 كذا. احيانا قد تجد معلم متمكن لكن ما عنده القدرات بتاع توصيل المعلومه يتعامل مع الطلاب التواصل مع الطلاب التواصل هاي. فقاموا سالوا الاهم شنو يا استاذ التواصل مع الطلاب ولا ايصال المعلومه؟ نعم حجاوب لك على السؤال ده بالدراسه دي. قاموا سالوا التلاميذ عن المعلم بتاعهم ده بده يقيموا بأسئلة مفتوحة ما 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 مغلقة. لا نعم صح بس يتكلم عن التلميذ. فجاوبوا جمعوهم حوالي 16 يعني نقطة حول المعلم 16. فقاموا مسكوها حللوها لقى دائرة على محور واحد. طبعا التعليم زي ما قلت توصيل المعلومة جزء العلاقة جزء التواصل جزء. فكلها دارت حول العلاقة التواصل. قالوا بيحترمنا لما نجي بيجي مبتسم براعي ظروفنا يعني ده المفتاح ده ده ده, نعم. ده المدخل بعد ما بخلينا نشعر بالحراج بيعاملنا يعني بطريقه راقيه بيعاملنا كناس محترمين كلها دارت حول العلاقه. ما في واحد لا قالوا بيعرف يوصل المعلومه لا قالوا ببسط المعلومه لا قالوا كذا. عشان كده انا مثلا في واحده من الدورات كان قدمتها لواحده من البنوك سالتهم قلت لهم انتوا لابناء العاملين انتوا بتحبوا الاستاذ لشنو لماذا؟ عفوا مش السؤال كان من الاسئله اكثر ماده ما بتحبها شنو والسبب شنو. واحد رفع يده قال والله الرياضيات. ليه الرياضيات؟ قال انا والله يعني الرياضيات ده بحبه عشان الاستاذ. الاستاذ كرهني الرياضيات. ليه عندنا احساس انه معلش المحور ده ما عنده علاقه لكن ليه دائما عندنا احساس انه استاذ الرياضيات ده استاذ جاف؟ والله اكثر الاساتذه اللي بحبهم وبقدرهم وبحترمهم نعم. استاذ الرياضيات استاذ مغيره نعم. مثلا واحد منهم يعني يا سلام. كانوا شديدين لكن برضه حببوا لنا الماده. نعم. ليه عندنا الاحساس ده كطلبه نعم. يعني هو يعني ما الرياضيات بس الحكايه دي نفسيه يا استاذ نفسيه اي ما هو شوف اذا الطالب او التلميذ عنده حساسية مع الأستاذ بيكره المادة بتاعته. يعني أغلب التلاميذ يعني إذا كره المادة بتاعته حيكرهها طوالي. لا ليه معظم يعني الموضوع ده مش في السودان بس يعني في حتى في العالم الرياضيات دي دائما الناس بيخافوا منها كده. والله ممكن تكون لجانب يعني إعلام طلعوا الناس الرياضيات صعبة مفاهيم غلط يعني إشاعات سائرة إشاعات يعني. يطلعوها الناس تأثر على الناس أو قد يكون الإنسان شاعر إنه هو ما بيقدر مشكلات ما قدر يستخدم قدراته بشكل كويس. لكن في بعد مهم جدا ونحن عايزين نشير له اللي هو بعد علاقه المعلم مع التلميذ. اذا المعلم علاقته مع التلميذ كويسه فبالتالي التلميذ ده هيحب الماده. نعم يقول لك والله الماده دي حببني لها الاستاذه. اما اذا المعلم علاقته مع التلميذ ما كويسه بيشاكله بنهره بيحرجه قدام التلاميذ يعني التواصل هو المفتاح. هاي اذا علاقته معهم في مشكله طوال حيكره الماده. اذا كره الماده خلاص حيمشي السنة الجاية برضه بيكره المادة، الأستاذ يتغير. صحيح. يتغير يعني أيه. يعني مثلا إذا افترضنا هو بيدرس سنة خامسة، درس أستاذ رياضيات معين، مشى خامسة أستاذ رياضيات ثاني حيكره الرياضيات، وقد يكره طول حياته. لما نسأله ليه؟ قال والله عشان الأستاذ كرهني الرياضيات. طيب لا أنا بخش معاهم في حوارات، أقول لهم أنتوا المادة دي حقت منو؟ والله المادة حقتنا. لأن احنا حندحن فيها. صح. طيب الأستاذ ده جا لشنو؟ والله جاء عشان يشرح لي المادة. ياتوا مادة مادتنا احنا اذا انا المفروض اكرهه هو جاي يساعدنا يعني. لانه هو جاي يساعدني يعني انا انظر له بالزاويه دي ببساطه كده فهي بالاثنين. فلذلك لازم نحن نكون اتجاهنا مهما يكون. انا اذكر في واحده من يعني كل ما يجي طالب او عنده اتجاه سلبي عن المعلم او عن المدرسه بحاول اغيره له ما بقول للمعلم في مشكله.
يعني مثلا في واحده من الطالبات في سنه سابعه تقريبا تلميذات قالت انا بكره المدرسه عادي قالت المديره قالت لي انت حراميه قلت لها وريني السبب ليه قالت لك حراميه قالت لي والله المديره دي فتش شنطتي يعني كانت في سرقه في المدرسه وفي فصيله والبيت اشتكت قامت قالت لهم تعالوا كلكم نفس الكلام دخلتهم المكتب فتش شنطتهم البيدي طوال طلعت بفكرة المديرة فتش الشنطتي معناها أنا حرامية معناها أنا حرامية أنا حرامية معناها المديرة دي ما كويسة ما كويسة أنا بكرهها كرهت المديرة معناها بكره المدرسة تحليل سريع سريع جدا فكرهت المدرسة كرهت كده فقلت لها يعني شوف سبحان الله حاولت أغير لها المفهوم قلت لها أنا ما لقيت مديرة أرغى من المديرة دي دولة فاهمة جدا قلت لي كيف قلت لها المديرة دي فتش شنطتك عشان تثبت للبنات البيت أنت ما حرامية أنت ما حرامية بس يعني قلت لي اه كده معقول قصدك كده قلت لها ايه قصدك كده ها رايك انه في المديره قلت لها والله المديره كده تمام يعني فلازم نغير اتجاهاتنا عن المعلمين عن المدارس مدرستي دي انا بقول للطلاب التلاميذ مدرستك افضل مدرسه ان شاء الله لو مكسر ابوابها ان شاء الله لو عريش افضل مدرسه ليه لانك انت بتقرا فيها صح يعني بعدين القيمه دي بتظهر في الذكريات بعدين يعني نعم. المدارس القريبه فيه وكدا. ايوه طيب يعني برضو حاسس انه احنا لسه محتاجين نسدي كثير من النصائح للمعلمين والمعلمات وللادارات يعني نعم. كيف برضو يخلوا المدارس دي جاذبه للناس اللي بيجوا لاول مره في الثانوي اول مره في الاساس اول مره في الجامعه نعم. او حتى ناس الجامعات يعني والله حسن الترحيب يعني حسن الترحيب مهم يعني في بعض المدارس بدات تاخذ المنحة ده يعني قبل بالذات انا سنه اولى ابتدائي اساس بيقوم التلميذ بيقوم يعملوا اسبوع اسبوع تاني يجيبوا الاطفال دي يقعدوهم في المدرسه يقعدوا فتره من الزمن عشان يالف على دي المدرسه ودي استاذة فلان ودي كده ويجي الطفل مع والدينه وقاعد ساعه ساعتين ويمشي اسبوع قبل الدراسه اسبوع مهم جدا يعني ده بالذات الطفل الجاي من الروضه للمدرسه على اساس انه هو في المرحله دي يقدر على الاقل يتعرف على البيئه نفسها يتعرف على البيئه يعني. لكن ما بالقوه ولا يعني نقول يبكي ويسكت لا ما حل ده نفس الحكايه في المدرسه في الثانوي الناس واعيين وعاقلين نقول لهم انه دي المرحله الثانويه وبتختلف من المرحله السابقه ونديهم استقبال كويس ونعمل لهم احتفال في الاسبوع الاول الاحتفال ده يكون فيه تراث وثقافه وده كله بيساعد الـ 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 يعني عندهم رغبه زايده رغبه المدارس والجامعات نعم. طيب خلينا نتكلم عن المناشط المدرسيه يعني دي خلينا نوجه رسائل واضحه لكل الامهات والاباء اللي بيفتكروا انه النشاط المدرسي ده بيكون خصما على الاكاديميات نعم. مبتدا كده هل الفكره دي صحيحه؟ والله هو شوف التوازن مهم يعني التوازن مهم يعني الانسان اذا وازن بين هواياته ورغباته وبين اهدافه يكون زول ناجح انا بخلي لها الهوايات دي تحفزني يعني انا ممكن اضغط نفسي في القرايه بشعر بضغطي اشحن نفسي ضغوط شديده افرغها في الهوايات ثاني اضغط نفسي وانجز افرغها في الهوايات لكن الانسان اذا ما عنده هوايات الضغوط حتنتهي منه يعني تدعمه صح يعني لازم يكون عنده هوايات الهوايات بسيطه الرسم تلوين يعني حاجه يفرغ الطاقه دي لانه الطاقه السالبه دي اذا ما تفرغت يعني ممكن تراكم تبقى مشكله يعني الانسان ممكن اقل شيء ينفجر ما يستحمل لكن الانسان لازم يكون متوازن اللي هو بانه يمارس هوايات يطلع على الطبيعه الكوره القدم الرسم التلوين السباحه كل حياه حلوه يعني بتخلي الانسان يكون مبسوط ويكون يعني خصوصا انه الطلاب والتلاميذ معظم الوقت بيكون في المدرسه نعم. لما تيجي تقسم ال 24 ساعه دي نام كم ساعه اكل كم ساعه بتلقى انه زمن وجوده في المدرسه كبير شديد يعني نعم. بالتالي بيحتاج انه يروح شويه أيوة. طيب كيف برضو المدارس تهتم بالمناشط اللي بتنمي العقل زي ما بتنمي البدن يعني نعم في انشطه كثيره جدا يعني مثلا الان في العاب التفكير العاب الذكاء يعني دي ما شاء الله مدارس يعني العاب الذكاء دي يعني تخلي الانسان مبدع يعني مسائل حسابيه يقول لك حل فيها ربط بين الاشياء فيها تحليل في طلاقه لغويه دي كلها حاجات تفكير ابداعي الحل ابداعي للمشكلات يعني ممكن يكون في مسائل حياتيه يعني الناس يحلوها يكون في دي كلها ممكن توجد وانا بدعو يعني انه الناس اللي بيصمموا المناهج يعني بالذات دي رساله اليوم يعني يضعوا المناهج ما بالطريقه بتاعت انه الطالب يحفظ ويسمع تكون مواد جامده يعني يكون جامده يعني المنهج يوضع باساس انه الطالب يعني يحل المشكله يكون في مشكلات يكون في تفاعل يعني ايوه في مشكله عايز حل نفسها في تفكير ناقد
يعني دي 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 دي, دي المهارات الحديثه برضو ممارسه المناشط الرياضيه بتخليه برضو بيفتح الذهن بشكل كبير جدا. يعني المناشط الرياضيه مهمه جدا يعني مثل زي كره القدم، السباحه، يعني المشي. والانسان يختار النشاط اللي هو بحبه، هو حيساهم له بشكل كبير جدا على اساس انه يجعله بالصغه بالكفاءه وينمي له المهارات على اساس انه يكون انسان ناجح في حياته، انسان متميز. في ناس عندهم فتره الدراسه دي او فتره المدرسه والامتحانات دي البيت بيبقى زي في وضع الطوارئ. يعني هل نحن محتاجين انه نحسس الطلاب والتلاميذ دي بالحكايه دي، انه يعني الزول بحس كانه دي جزء من حياته مختلف تماما عن باقي حياته؟ يعني والله ولتكون العملية بتاعت الدراسة والتعليم والخضوع للامتحانات والاختبارات دي حاجة عادية يعني وسلسة. ممتاز. شوف أنا داري أديك معلومة مهمة جدا، أي إنسان مضغوط إنتاجه منخفض، يعني إنتاج المضغوط نعم. يعني ما عالي، يعني مهما يبذل جهدي العطاء الإنتاجية بتاعته ما عالية. يعني الطالب لما يكون مضغوط تحصيله الدراسي منخفض، ما حيكون مرتفع. نعم. فبالتالي محتاج إنه هو ما يشتغل بيننا، يقرأ بمزاج. يعني زول الفكرة بمزاج، يعني تكون مستمتع، تكون مستمتع بالقرايه وفاهم ومرتاح. يعني انت لما تقرا تكون مرتاح، ما لحق حاجه. يعني ما في شيء مستعجل، لو ما نجحت المره الجايه بنجح، يعني ما اخاف من الغلط. فدي كلها بتدل على انه احنا عندنا مشكله. الضغوط دائما تجي من حاجتين، الناس. يعني احنا بنضع الناس في اعتبارنا يعني كمعايير، والمقارنات برضو بتكون مجحفة، المقارنة والمنافسة. طيب كيف الأم والأب يقتنعوا إنه ابنهم ده قد ما تكون عنده نفس مقدرات ود ناس فلان داك، لكن عنده مقدرات تانية، عنده جانب تاني هو مبدع فيه متميز فيه وربنا حباه به وهو بس أكثر من باقي الناس؟ يعني ممتاز، ينموا عليه وطوالي يعني إذا اكتشفوا. لا كيف هم يقتنعوا أصلا في الحكاية دي في الأول؟ ما لأنه إحنا عندنا مشكلة بتاعت مقارنة. يعني مشكلة المقارنة دي هي بتخلي الإنسان يعني يشعر بالحسد، يعني دائما مشاكل الحسد والحقد والغيرة، ودي بتؤدي لمشاكل كثيره جدا، النميمه والمشاكل طبيعه الرساله. بس ممكن نقول لكل الامهات والابناء، والله ولدي عيني ولد فلان ذاك بيقرا كيف يعني. بينجح كيف وجاب درجه في كذا، ولدي ما بيع. يعني المقارنات دي يعني كيف تخلص نعم. منها نقول لهم اذا انتم دايرين اولادكم يفقدوا صيغتهم في نفسهم، خارنوهم مع الاخرين. يعني دائما لو انتم دايرين تفقدوا صيغتهم، يعني الدرس رقم واحد انه الحكايه دي بتاثر على الصيغه بالنفس مبدئيا، واثنين الشعور بالكفاءه، ما بيشعر بانه كف. يعني اذا ما شعر الانسان بانه كف مشكله، انه ما بيقدر. يعني لو قلت له انت حتجي الاول السنه الجايه يقول لك لا ما بقدر، لازم يشعر انه كف، يشعر انه واثق من قدراته واثق من امكانياته. فبالتالي احنا ما نقارن مع الاخرين، يعني نحن نقارن ولدنا مع نفسه. لو ليلته امبارح كيف والليله كيف، يعني دائما الانسان يقارن نفسه. هل في حاجات كنت بعملها ما قبل سنه؟ الان ما بعمل، ده انجاز. يعني يقارن نفسه مع اهدافه. نعم. وشوف دائما انا اديك معلومه مهمه جدا، يعني دائما في تعاملك مع الاخرين يعتبرهم اهداف وليس تعامل مع الاشخاص. يعني انا دائما اتعامل مع الاخرين كاهداف، يعني مثلا حتى الاصدقاء بمعنى مثلا انا في المدرسه يكون عندي الصداقه هدف، انا عايز في المدرسه تكون عندي اشخاص بالمواصفات دي اتونس معاهم، وناس بتاعين نكته وبتاعين طرايف طرفه وكذا، واقدم معاهم لحظات كده. خلاص. فبالتالي ارتباطي مع الاشخاص ده ارتباط اهداف، ما حتكون في مشاكل، حكون معاهم كويس واستفيد منهم وهم يستفيدوا مني، والعلاقه بتكون ايجابيه. لكن العلاقات احيانا لما تكون فيها اشكاليه فهنا بتحصل المشاكل وتحصل المقارنات، عنده نجح وده افضل مني وده ما احسن مني. المقارنات دائما بتدي لمشاكل كثيره جدا. نقول للاسر ما تقارنوا، لان المقارنه بتخلي الانسان يشعر انه هو ما كف. المعظم بتحصل في وقت الامتحانات. العالم كله الان بيتجه لانه الاختبارات والامتحانات دي ما هي التقييم الحقيقي لمقدرات الشخص وشخصيته وامكاناته. نعم. لفين حنقتنع نحن بالحكايه؟ نعم، مهمه جدا. يعني شوف استحضر موقف، احنا الامتحان ده مقياس اول واخير يعني. ايوه بالنسبه لي ولاسرنا ولمدارسنا. نعم. انا قبل 8 سنوات كنت في مدرسه بحري النموذجيه بنات، كان محاضره طلبه في سنه ثانيه ثانوي، قلت لهم اللي عايزه تيجي الاولى ترفع يدها السنه الجايه كتحفيز يوم على اساس انه السنه الجايه يكون عندهم اهداف وكذا، ورفعوا زي 15 بيت يدهم. في واحده قاعده قدام قلت لي انا عايزه اجي الاولى. ما شاء الله تبارك الله. لان قالت، قلت يعني ليه قالت كذا؟ قلت لي انا ما، لكن ما عايزه اجي عشان انا خير ان شاء الله عشان منه. قلت لي عشان امي في البيت. ليه؟ قلت لي انا لما كنت في ثامنه كنت ممتحن شهاده اساس جبت 278،
276 ويعني فضل أربعة تقفل به وأختي بيدعمها جابت 278 فرحوا ليها وجابوا لي الحلاوة وضعوا لها الخروف وأنا أمي كانت زعلانة زعلانة عشان ديك نجحت وأنا ما جبت ديك زعوها في العشر الأوائل دي ما زعوها فبقول للأسر إنه المغارنة دائما بتفقد الثقة بالنفس وبتخلي الإنسان يشعر بالنقص ما بيشعر بقدراته لكن الإنسان لما ينظر لنفسه إنه عنده قدرات دي مسألة مهمة جدا يعني إنك أنت حتى مهما كان فاقد شيء ربنا أداك أشياء أخرى ربنا في القرآن قال لا تمدن عينيك لما متعنا بها زواجا منهم يعني زهرت الحياة الدنيا نعم. لنفتنهم فيه دائما يعني أي ظل ربنا يكون أداه حاجة هو مميز بها نعم دي مسألة مهمة جدا طيب نحن في استراحة أخرى لحن نستمع له ونستمتع به ونرجع تاني نحلك يا قضية قضية مصدقينا حلك يا قضية حلك يا قضية حلك يا قضية بدون صوت بندقية أخوي خليك معايا بدل ما تكون علي أنا الحرسين حمانا حمانا يا عز وأماني يا ناس الحرسين حمانا حمانا يا عز وأماني يا ناس الحرسين حمانا حرسين حمانا بعزة وأمانة رد سيل على النوم بدل ما تسيل دمانا يا ناس بلدنا نعلشانا يا ناس الفجر يطال يزرع في مزارعنا الفجر يا طالع طالع يزرع في مزارعنا الفجر يا طالع الفجر يا طالع الفجر يا طالع وبيزرع في المزارع شمس ساطع يا ناس بلدنا نعلشان يا ناس بلدنا نعلشان يا ناس بلدنا نعلشان يا ناس سوداننا دهنا شكرا جزيلا زملاء في الكنترول تحية لرواء محمد نعيم سعد تحية لأستاذنا القدير محمد نعيم سعد والأستاذ رحاب برضو اليوم التحايا في هذه الأمسية نتواصل معك أستاذ أحمد المجذوب الغنية دي فيها شوية يعني لقطات من الاعتصام يعني واحد من أجمل الحاجات اللي حصلت للسودان الاعتصام ده برضو ممكن نربطه بموضوع نداء لأنه كان فيه كثير جدا من الشباب الجيل الراكب راس الفترة الفاتت دي الشباب ديل ما متعودين على تلقي الأوامر يعني والمدرسة فيها انضباط وفيها تربية وفيها كده فزول كان متعود على الشارع والتراس وبيحرك في اللساتك وكده كيف برضو هم ذاتهم هيئوا نفسهم لأنه نحن حندخل عام دراسي
احنا حنرجع لمنظومه التربيه والتعليم ده بالنسبه للمدارس مش للجامعات يعني. كيف الاسر والاساتذه برضو يكونوا مستوعبين انه السودان ده بكل الاحداث اللي حصلت فيه دي الشباب دي اللي عايشوها وعاشوا فيها وكانوا فاعل اساسي فيها برضو كيف يتعاملوا معهم يعني؟ نصائح كده اخيره. ممتاز والله فعلا السؤال ده مهم يعني سؤال مهم جدا وسؤال بيجسد يعني واقع معاش. في الحقيقه الشباب لهم دور كبير جدا وهم صنعوا التغيير الحدث ده. ونحن نقول انه يعني الحكمه دائما في التعاون مهم يعني. انا اصلا دعوتي انه يعني التعامل بالرفقي هو الاساس. يعني انت انسان اذا احترمته ما اظن يعني تحصل منه اي شيء. انا اسيب مثلا في محاضراتي سبحان الله بقول لهم شوفوا العايز يتكلم يعني هو يطلع طوالي بس يمشي يكمل كلامه ويجي راجع ما في مشكلة لكن ما تزعجني يعني. نحن زمان نزلنا في انك لما تتكلم حشوج على الباقي. هل عنده موضوع مع صاحبه ده جاء ترى اطلعوا برا كملوا وتعالوا راجعين. فدائما يعني المعامله الراقيه الاحترام هو بيجيب نتائج ايجابيه. لكن القوه والكذا حكايه انه اضرب واحد يعني مثلا في مره في دوره تدريبيه بتاعت معلمين واحد من الاساتذه قال لي انا سياسي مع الطلبه بضحي بواحد. كيف بضحي بواحد؟ قال مثلا او اللي بيعمل شوط هناك بضرب ليك بفيك فيه الخرطوش كده بيخلق نموذج الباقيين بيخافوا. لا يعني نحن ما عايزين الطريقه دي. نحن عايزين الحوار الاحترام كل المعاني دي اللي هي بتخلي الانسان يشعر بانه محترم فبالتالي يتصرف على اساس انه هو يعني يتعامل معهم بلطف ولين وانه الناس مسؤولين مسؤولين الناس زي كانوا في التناس وفي الشارع وكده. فبالتالي الطريقه الجافه في التعامل ده قد ما يتقبلوها يعني. هم نفسهم الطلاب والتلاميذ الواعي منهم يعني ممكن ننصحهم نقول لهم شنو يعني؟ زول برضه كم زي ما قلت لك ما متعودين يتلقى اوامر يعني لكن الان هو دخل في منظومه التربيه والتعليم. ممتاز. هو شوف دائما يعني الانسان المحترم يراجع سلوكه دائما يعني. دائما انا بقول لكل الناس حتى انا بعمل الكلام ده يعني انا ما بقول للناس كلام وانا بطبقه. يعني الانسان يراجع سلوكه تصرفاته الحاجه الصح يحمد الله عليه يعني كل يومين ثلاثه او كل لحظه اقعد مع نفسك راجع التصرفات بتاعتك تصرفك صح قول الحمد لله نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى. يعني غدر المزعله لقيت تصرفك غلط غيمه وغومه الغلط وين؟ انا ما المفروض اتصرف كده. طيب المفروض اتصرف كده خلاص ان شاء الله المره الجايه راح اتصرف كده. وبنفس القدر ممكن يكونوا فاعلين برضه في أيوة. في المدارس وفي مجتمعاتهم بالضبط. خلي المدرسه برضه فرصه لانه انت تنمي فيها مقدراتك ومهاراتك وكل السلوكيات الايجابيه اللي أيوة. صاحبه الفعل الثوري ممكن تكون موجوده يعني دي حاجه كويسه. لكن انسان يظل محترم لما نعمل عمليتين دي لما نغيم سلوكه اذا يعني طالما هو غيم سلوكه معناه هو انسان محترم. غيم سلوكه صح يعزز ويقول الله الحمد لله. سلوكه غلط يغوم الغلط يعني مثلا انت صوتك ارتفع على زول كبير صرف خطا. انا ما بعاقب نفسي بجي اقعد مع نفسي احمد انت رفعت صوتك على شخص اكبر منك صح شنو؟ صح انه الشخص الكبير ما ترفع صوتك عليه خلاص. اذا المره الجايه لما اتكلم مع زول كبير ما حرفع شنو؟ صوت عليه لانه غومت سلوكي. صحيح. يعني فالانسان طالما هو في عمليه تقويم لسلوكه بيكون انسان راقي جدا وبيصل مرحله ما بيكون عنده اخطاء وبيقدر يتعامل بشكل ايجابي. لكن انسان اذا ما بغوم سلوكه ما حيعرف نفسه. صحيح. لا يعرف نفسه صح ولا يعرف نفسه غلط ولا حيعرف نفسه ماشي في الطريق الصحيح ولا في الطريق الغلط. لكن انسان كله يوم بالمساء يراجع نفسه تصرفاته وتصرفها الحال كويس يحمد الله عليه ويعزز ثقته في نفسه وكذا. الحال الغلط يشوف الغلط وين بس يعني من غير عقاب من غير تأنيب ضمير من غير عتاب من غير توبيخ. هنا تجربة الحياة كده تجربة يعني دائما أخذ الأمور بالمفاهيم دي الإنسان بيكون مرتاح يعني بيصل للراحة النفسية والطمأنينة وما عنده مشاكل صراعات داخلية وكذا. لأنه دائما الإنسان لما يكون عنده صراعات داخلية هي دي الإشكالية يعني عنده هدف هو بيتعارض مع هدف تاني فتخلق فيه مشاكل ممكن تأثر عليه بشكل كبير. نعم. طيب نقطة أخيرة احنا حنختم بها حتكون ختام لهذه الحلقة وهذه المساحة. نحن جاء علينا في نتائج كثيرة حتظهر بعد شوية وحتطلع وكذا والنتائج العام الدراسي السابق وتكلمنا انه والله يا جماعة العام الدراسي كان شوية مختلف وكذا. كيف الأسر تتعامل مع هذه النتائج أيا كانت يعني؟ ممتاز والله. شوف الإعلام له دور كبير جدا يعني وأنتم ما شاء الله القناة يعني جزاها الله خير بيساهم دائما في المبادرات في انه توعي الاسر باهميه التهيئه النفسيه وكمان استقبال النتيجه بشكل ايجابي.
يعني انا بدعو انه الطالب يعني ليه احنا ما بدل ما مش بنكرم الناس اللي نجحوا. انا اتمنى تكون عندك مبادرات ما توفقوا برضه جيبوهم يعني جيبوهم في القنوات يعني زول جايب اقل درجه جيبوه قول له انت واحده من المفاهيم انه العالم بيقيف مع الفاشل لحد ما ينجح. ايوه احنا بنقيف مع الناجح لحد يفشل يعني بالنقد الكثير. ايوه فجيبوا الفاشل ده الفشل ما بنقول فاشل زول الفشل ده وخليه يلتزم قدام المجتمع يقول ما ان شاء الله حنجح ودي تجربه عاديه ونحسبيت لنا نقول له احنا ما نحن محتاط ما بننظر لك على اساس انه في النهايه انت امتلكت الشجاعه انك انت اول شيء يعني دخلت في العمليه التعليميه دي ما تهربت من الدراسه وجلست الامتحانات وخطه التجربه نعم. بشكلها يعني يكرم زيه زي الناجح. يعني انا بدعو الناس انه الفشل ما مشكله والخطا ما مشكله. حتى انا قريت كتاب لكاتبه امريكيه اسمه بين رونج نعم. كن على خطا. الكاتبه بتدعو الناس انه ما يخافوا من الغلط نعم. لانه بيقول لهم الخطا تجربه غنيه ومثمره صح والحال بيلقوها في الغلط في حياتك ما بيلقوها في الصح تجربه مهمه جدا. استاذ احمد المجذوب الخبير التربوي انا شاكر جدا لحضور لكل ما فدتنا به من معلومات وافكار يعني كثر خير الله يسلمك شكرا لك بارك الله. شكرا ايضا لكل الذين تابعونا في هذه الحلقه من في الموعد. تقبلوا تحايا فريق العمل الذي ساعدت وانا اقول جهدهم حتى نلتقيكم الى اللقاء.